احمد ظافر العراده. طبعا والله الحمد، المشروع هذا في اول مره يعني تم مناقشته في مشروع مبادرون، تم تقديمه لسمو الامير الراحل سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله، وتم تبني هذا المشروع في الكويت تسمع. بعد ذلك والله الحمد يعني تم صدور مرسوم سامي من حضره صاحب السمو الشيخ صباح رحمه الله في ذاك الوقت وفي عام 2015، وبعد ذلك تم تشكيل لجنه خاصه لعمل هذا المشروع من قبل الهيئه العامه للشباب انذاك برئاسه الأخ الوزير الحالي عبد الرحمن المطيري، واللي له جهود سامية بدعم الشباب. بعد ذلك تم يعني اليوم والله الحمد تشوفون حملة أول مجلس شباب كويتي يرى النور بعد سنوات، والله الحمد من 2011 إلى اليوم 9 سنوات أو 10 سنوات تقريبا، اليوم مجلس الشباب يعني يرى النور وبجهود يعني لابد أن نستذكرها. يعني الجهد الأول هو لسيدي حضرة صاحب السمو الراحل سمو الأمير شيخ صباح الأحمد، اللي يعني في عهده أسست وزارة لشؤون يعني الشباب وفصلت هيئة الشباب عن هيئة الرياضة وأصبحت مستقلة، وكذلك الآن نرى مجلس الشباب، وكذلك ما ننسى الجهود السامية التي يقوم بها يعني معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب سيد عبد الرحمن المطيري، بالإضافة إلى يعني الدكتور مشعل الشاهين الربيع مدير عام هيئة الشباب. اليوم والله الحمد نرى يعني أول مجلس للشباب في دولة الكويت، وبإذن الله سيكون هذا المجلس بجهود كافة الشباب والشابات 36 يعني ذو بصمة واضحة وصريحة لدعم المشاريع الشبابية الكويتية. اليوم نرى بأن سمو رئيس مجلس الوزراء صرح يعني في الآونة الأخيرة بتبني عدة مشاريع، منها يعني الجزر وبوبيان ومدينة الحرير لكويت 2035، وبإذن الله ستكون لي يعني أو سيكون للشباب إسهامات ودور كبير في هذه المسألة، وسنرى يعني بإذن الله جهودهم وبصماتهم يعني في تطوير الكويت لهذا المشروع، لا سيما وأن الشباب اليوم يمثلون 72% من المجتمع الكويتي.